كلمة تسمم هي علميا يعني مظبوطة، في عندي حاجة اسمها تسمم كيماوي، تسمم ميكروبي، بس أقول لحضرتك ليه؟ ليه برفض إن أنا أتداول مصطلحات خطأ؟ كلمة مسرطن ليه؟ حضرتك أنا عملت كل التحاليل على المنتج ده اللي حضرتك أكلته، جالك يعني مجرد ما أكلت البطيخ جالك لا قدر الله مرض؟ هل لما جالك تسمم مباشر مرة واحدة بعد ما أكلت البطيخ ده معناها إن البطيخة دي كانت متغرقة مبيدات؟ لو كلام حضرتك مظبوط يعني في تلوث بالمبيدات، امتى يحصل التسمم ده؟ امتى يحصل الاعراض بتاعه الاسهال والقيء والنزلات المعويه؟ لما اكون متناوله المبيد بكميه كبيره جدا، يعني انا بقى احتكيت بيه مباشر، دلقته على حاجه، لمسته، نزل على ايدي، جبت متعامل بكميه كبيره قوي، ورحت انا واخده واكله واكله بقشرته بقى كمان وحاجات كده، فالكلام كله مغلوط ومش مظبوط يعني، وما ينفعش ابدا ان انا اتداوله او اتكلم فيه خالص، لان هو مش بالشكل ده، يعني احنا بنتكلم في امور علميه، ما ينفعش ابدا ان انا اقول ان ده ملوث او ده مسرطن على اساس ايه، لكن خلي الجهات اللي مسؤوله عن ده تعمله. احنا بنجمع عينات من الاسواق، بنجمع فورا مجرد ما معالي الوزير، يعني اولا عشان حضرتك برضو حضرتك تبقى عارفه والناس تبقى مطمنه، المعمل مش بيقوم بدوره ده في الكيس دي او في الحاله دي بس، المعمل بيقوم بالدور بتاعه ده منذ سنوات، ودي زي ما قلت قبل كده دي ثالث سنه بنقوم بعمليات الرصد، في رصد المتبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه في المحافظات المختلفه تحت رعايه لجنه المبيدات واشراف وزاره الزراعه. بنعمل ايه؟ ناس كل اسبوع بينزل اثنين يعني مأموريتين في الاسبوع، ده شكل روتيني للمعمل، ده شغلنا، بنقوم ونجيب عينات ونحللها من مختلف المحاصيل ومختلف الاسواق اللي في المحافظات. لكن لما تكون في حاله زي كده وشائعه لازما نعمل تركيز اكتر عليها. فجمعنا بزياده وتحرينا، وفي ظرف يومين بعد ما معالي الوزير كلف بده وكان بيشرف على الشغل كله الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والحمد لله طلعت النتائج يعني ما فيهاش اي حاجه من المبيدات والكلام كله. طب والحاج ده بيتداول، هو بيتداول كل سنه، احنا مش عايزين نجري وراه ونستمر فيه، من الحمد لله منتجاتنا الزراعيه والقطاع الزراعي نجح الفتره الاخيره والسنوات الاخيره فعمل نقله، وده حقيقي، تصدينا ايام الكورونا، وفي الحمد لله معدل الصادرات زاد ومنتجاتنا للافضل وللاحسن، واللي حصل ده زي ما بقول لحضرتك يدل على كده. انا لما النهارده احلل عينات من 11 محافظه وما الاقيش فيها اي اثار لمتبقيات المبيدات، مش بس فيها وبنسب مش متجاوزه، لا، لان احيانا احنا بنعمل تقصي نلاقي نسب مبيدات بنلاقي منها متجاوز ومنها مش متجاوز، لا ده انا ما لقيتش عندي متجاوز في 11 محافظه، ده معناه ايه؟ دي نتائج مبهرة جدا، معناها ان في بروتوكولات وفي قواعد وفي رقابة مشددة، يعني ده مش امور، وده بقول لحضرتك بدليل ان ده احنا شغالين على طول مستمرين في ده وبنعمله. اللي بيتداول تاني ان لا انتوا بتخصصوا اجهزة معينة حديثة للبتاع او بتحللوا ده تحليل مش زي التحاليل اللي بتتعمل للصادرات ومفيش اهتمام، لان انا بشوف ردود الافعال لبعض الناس، فدي حاجه محزنه. وانت عشان كده بنقول ايه؟ لا، المعمل موجود، اي حد يجي يتاكد احنا المعمل شغال على اعلى مستوى من الجوده، لان هو معمل دولي، احنا معمل مسؤول عن صادرات وعن واردات وسلامه الغذاء في مصر، احنا مسؤولين عنها، العينه بتيجي بتدخل ما بيحصلش تفريق بينها، هل هي سلامه، هي عينه تصدير ولا وارد ولا جايه من الاسواق؟ محدش بيعرف هي عينه ايه من الناس المحللين اللي عندي جوه، العينه بتدخل جوه ومع الحجر الزراعي ومع سلامه الغذاء ومع المصدرين بكافه انواعهم واشكالهم مع غرفه الصناعات الغذائيه، فبتيجي العينه بتتكود ايا مكان الجهه اللي جايه منها، كلهم زي بعض، لان ده ايزو احنا معتمدين من الاتحاد الاوروبي، ده الاتحاد الاوروبي من هيئه الفيناس الدوليه، ومعتمدين من المجلس الوطني للاعتماد في مصر الايجاك، فاحنا عندنا قواعد صارمه جدا، من اهمها واساسها ان لما العينه تدخل وتتم استلامها تحت، حضرتك هتشوفي ده في استلام العينات بتدخل بتاخد رقم، وبتبدا بعد كده تخش مرحله كل الخطوات لحد ما تظهر النتيجه، محدش بيعرف هو العينه دي بتاعت مين ولا بتاعت انهي عميل، ولا حد عنده وقت يسال ولا يعرف، وخاصه لما يكون يعني القائد بتاعك بيوجهك وبيشجعك وبرده عايز يخرج بره الاطار الروتيني، احنا عايزين الاحسن، احنا عايزين نبقى افضل دوله واحسن دوله، واحنا كقطاع وزاره الزراعي عايزين نبقى الافضل والاحسن. دايما القائد لما ما يحطلكش معوقات ويسهل لك ويديك بكل اريحيه، لا، نعمل ونطور، وعايز الافكار الجديده، التشجيع ده مهم جدا،
ولما يكون في سياسه البلد ماشيه عليها مش ماشيه بشكل مش مخطط بتفرق كتير. واعتقد الكل ملاحظ ده، يعني احنا في اهتمام جدا من الرئيس بصحه المواطن. طيب صحه المواطن ريليتد جدا للي بياكله المواطن، سلامه اللي بقى احنا حريصين على سلامه الغذاء اللي بياكله المواطن المصري عشان احافظ على صحه المواطن المصري. مش حاجه مهمه جدا ان انا ازود في الانتاجيه في الحصالات الزراعيه، امور كثيره جدا متعلقه بالزراعه والسياسه عاليه جدا الحمد لله. طبعا طبعا كلنا ملاحظين التطور وملاحظين الحمد لله البلد كانت فين وبقت فين. احنا دي يعني اعتقد مش محتاجه نقعد ان احنا نتكلم فيها كتير، لان كل حاجه باينه على ارض الواقع زي ما بقول لحضرتك. على الاقل انا بتكلم على القطاع اللي يخصنا، ان احنا صمدنا فتره الكورونا، الدول كانت بتعاني والناس بتعاني، واحنا الحمد لله صادراتنا بتعلى. فتح اسواق جديده، الصادرات خدنا فيها مراكز كويسه في بعض المحاصيل، فالحمد لله في عندنا تطور واضح. يعني الاجهزه الجديده الخمسه جوليت دول هيساهموا في ايه، او هيضيفوا ايه للي احنا اصلا كنا بنعمله؟ هيضيفوا ايه؟ اولا هيضيفوا، لان باستمرار الوقت حضرتك هتخش كل قسم دلوقتي عندي فيه يعني عدد كبير من الاجهزه، في منها اللي جت من 10 سنين، في منها اللي جت من 9 سنين، في منها بتبدا الاجهزه القديمه دي حسيتها تقل، في منها اللي اعطاله رغم الصيانه بتقل. هتضيف لي ايه؟ هتضيف لي ان انا دايما باستمرار ابقى ستيبل سابقه، عندي تركيز بقيت اقيس تركيزات اقل من اللي كنت بقيسها قبل كده، لان هي الجهاز ده ما كانش موجود قبل كده، ده جهاز حديث فبيقيس تركيز اقل. في ان هو بيساعد لي عدد عينات اكتر فاقدر احطها على الجهاز، فانا دلوقتي بيبقى عندي عمليه ان انا استوعب عدد عينات اكتر، ده هيفرق معايا، هيقيس لي بتركيزات اقل، يبقى انا عندي حساسيه وعندي جوده في الشغل اعلى. ودي اهم نقطتين، ان انا الشغل اللي طالع من عندي بتركيزاته متاكده منه لان شغال على اجهزه متطوره واجهزه حديثه. تاني حاجه عمليه الوقت، ودي عمليه الوقت دي بتبقى مهمه جدا بالذات للتصدير او للوارد، لان في ناس بتخسر لما الشغل ده الوارد. طبعا من خلال سلامة الغذاء اللي داخل مصر كله من خلال هيئه سلامة الغذاء بتسحب العينات وبتجيبها للمعمل، فبنقدر نقدر وبتجيب لي عدد مش قليل، وبالتالي انا لازم ابقى انا بيبقى لها متطلبات. احيانا سلامة الغذاء ده حرصا برضو على المواطن، بتدخل وبتدور على كل حاجه ممكن تعمل تلوث او تعمل مشكله لصحه المواطن، تطلب تقديرها، ما تكونش الطريقه دي عندي متطلب مني ان انا اجهز الطريقه دي واعتمدها ويبقى عندي ليها المتطلب الجهاز اللي اقدره عليها، فبحتاج اجهزه للطرق الجديده المطلوبه علشان اقدر اغطي كل العناصر اللي محتاج تقديرها في الاغذيه. في اجهزه تانية جايه ان شاء الله، يعني بتاعت ايه؟ او ان شاء الله في متوقع اجهزه باذن الله لقسم الدايبسين او البوبس، وزي ما بقول لحضرتك لان احنا عندنا هنا جهاز سهل، ده اول جهاز دخل مصر، وزي ما بقول لحضرتك ده معمل معتمد، ودي مواد قطيره بنشتغل على الانسجه الحيوانيه على الكبده على اللحوم، بنقدر المتبقيات العناصر المركبات دي فيها. فاحنا محتاجين نعمل ابديت ومحتاجين جهاز بداله، لان الجهاز ده زي ما بقول لحضرتك ما فيش منه في مصر غير في وزاره الصحه، فمحتاجين علشان ما يحصلش لا قدر الله عندي مشكله في الجهاز ده، انا لازم اكون عندي بديل دايما علشان المعمل والعملاء والشغل ما يتاثرش. الخضر والفاكهه الاول طبعا اثناء شراء الخضر والفاكهه من الاسواق لازم اكون اشتري الحاجه السليمه اللي انا متاكده ان هي سليمه، ما يبقاش فيها اي حاجه ظاهريه باينه قدامي وانا اخدها، زي ما احنا بننقي كده الخضار، لا دي الطماطم دي مش حلوه، لا التفاحه دي فيها حته مستويه شويه كده، اتجنب الكلام ده. لو زي ما قلت في الاول لو شميت ريحه غريبه بلاش اجيب، يعني بلاش اشتري من البياع، بلاش اشتري من ده دلوقتي. ده مش معناه ان كل المحاصيل ولا كل البياعين، لان زي ما بقول لك دي ده معناه ان حد تجاوز وعمل كده تصرف فردي وراح عمل ايه رش وكمان شويه جمع، يعني ودي ما بتحصلش يعني عاده، لان مش هتلاقي حد بيعمل كده، مش معقول هيجمع في نفس اللحظه اللي هو رش فيها. خلاص حاولت انا ونقيت بشكل كويس وبدا اخد الخضر والفاكهه بتاعتي في البيت، ابدا اتخلص من الاكياس الملوثه دي اللي كان مطرح فيها.